بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أنا ودي أقرأ على الإمام الصادق القصيدة بالبداية، ولكن ما أدري اليوم الإخوة الظهر لما وصلت إلى تازة طلبوا مني هاي القصيدة، يعني هم سامعيها مني سابقا وهم الآن حاضرين بالمجلس، طلبوا مني هاي القصيدة. أنا ما أحب أرد واحد يعني، فأقراها تلبية لطلبهم، وإلا كان عندي قصيدة على صاحب المناسبة الإمام الصادق عليه السلام. هذه دارهم، هذه دارهم تهيج شجوني، هذه دارهم تهيج شجوني، هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون. هذه دارهم تغيج شجوني، شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون، جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. هذه دارهم تغيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون، جودي بالدمع فوق خدي جودي، يا ذي دار صحبنا يا عيوني، يا عيوني. بعدوا والبعاد أمر مريب، أصحابنا بعدوا والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني، وبما لا أطيقه حملوني. بعدوا والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني، واصلوني دغرا وما كنت أدري، بعد وصل ورحمة يهجروني. هذه دارهم تغيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون، جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. بعدوا والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني، وبما لا أطيقه حملوني، واصلوني دغرا وما كنت أدري، بعد وصل ورحمة يهجروني. أيها اللائمون كفوا، ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. أيها اللائمون كفوا، ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني، تلك ذكرى بها تهون الرزايا. ذكرى الحسين، تلك ذكرى بها تهون الرزايا، وهي من أمهات ريب المنون. ذكرى الحسين، وهي من أمهات ريب المنون. هذه الذكرى تركت زينبا، تركت زينبا، تركت زينبا تنادي
ينادي حسينا يا ابن أمي ووالدي روعوني، تركت زينب تنادي حسينا. ايش تقول له؟ يا ابن أمي يا أخويا يا حسين، تركت زينب تنادي حسين يا ابن أمي ووالدي روعوني روعوني روعوني، غيرتني مصائب الطف حتى غيرتني مصائب الطف حتى أصبح العارفون بي ينكروني، أصبح العارفون بي ينكروني، غيرتني مصائب الطف حتى أن من يعرفوني لا يعرفوني. أنا عيني عليك تردي ودمعت تلالي، وهذا آخر وداع وياك يا الوالي. عيني عليك تردي وتهمل دموعي، وابطات النوايب طفت شموعي، الخيل الداست ضلوعك على ضلوعي، داست من شفت هدوسك قبالي، قبالي تدوس بيك الخيل وانا اصرخ يا حسين، قبالي تدوس بيك الخيل وانا اصرخ يا اخويا، وكل قلب من صرخ تتملخ، راسي كان عالي عالي للدغر ما طاخ، هبط يا حسين راسل بالفخر عالي. بعد شو تقول له؟ تقول له راحت هالكرامة وأغلى شي الراح، شخصك يا ابو اليمة وسر دلال انباح. بعد وطاح عمود خدري، شو وقت طاح عمود خدري من كفيل طاح. تحب العباسة، تحب العباسة، الشيعة وين ما اروح من اجيب اسم العباس تفاعلهم يختلف، ما اعرف ليش. وطاح عمود خدري من كفيلي طاح، ويا المشرع الخيبة امالي. انت ايش عندك جيتيني زينب تقول له أبوخ أبوخ قلبك، يعني ايش قد قلب حار الحسين، أبوخ قلبك الصادب صب دمع عيناي، وشد جروح قلبك لو يفيد دواي، خويا وجيب الماي بيدي وشربك ماي، واقف بالشمس ويلوحك خيالي. أنا أوقف بالشمس ويلوحك خيالي. عاد إيش قالها الحسين؟ سامعين هذا الطور مني ولا؟ إذا سامعي قرويا، ليش جيتي خويا يا روح الزكية، ليش جيتي ودمعة عيونك جرية، اقروا ياي، ليش جيتي خويا يا روح الزكية، ليش جيتي ودمعة عيونك جرية، ليش جيتي طولك تشوف أمية، ليش جيتي وين خليتي رقية.
ليش جيتي وين خليتي رقيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة مجالسي في هذه الأماكن الطيبة محيرة بالنسبة لي. أصعد على المنبر وببالي بحث آخر، ولما أكون أمام الواقع تكون أمامي مشاعر وكلمات كثيرة تجاه أهالي هذه المناطق الصامدة. أنا لا أقول المنكوبة، هي منكوبة، ولكن أحب أن أقول المناطق الصامدة الشجاعة البطلة القوية المنتصرة بإذن الله تعالى. يحلو لي أن أسميها بالصامدة وهي منكوبة، أنا أعرف أنها منكوبة، ولكن أحب أن أعبر عنها بالصامدة والقوية والشجاعة والبطلة وغير المنكسرة وغير المنهزمة والمنتصرة بإذن الله تعالى. لما أكون في هذه المناطق وأقابل وجوهكم الكريمة أستمد العزم منكم وأتعلم الولاء لآل البيت منكم والصبر على المصائب منكم. والله مو مجاملة، أنا طبيعتي على المنبر كلش جدي واقعي، ما أجامل، أتكلم بكل واقعية وبكل جد. اللي يجي إلى هاي المناطق هو كون يتعلم منهم الصبر والتحمل ودفع الضريبة لأجل ولاية آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهكذا هو ديدن ولاية آل البيت. ما أدري هسه أنا عندي بحث طويل عريض، إن شاء الله أقدر أبدي بيه أو أقوله بسرعة، بس أكو مشاعر بداخلي كون أقولها ما أقدر، يعني كون أقولها. الفرزدق، الله تفتولي، الفرزدق شاف هشام بن عبد الملك يريد يوصل للكعبة ما يقدر يوصل، الناس طوف وخدمه وحشمه وحمايته وحرسه ما قدروا يوصلوا للبيت، تفتولي. فإجا شخص وحده لابس عمامة وقام يشق الصفوف، واحد دار وجهه شافه قال: أيها الناس، يا حجاج بيت الله، هذا علي بن الحسين السجاد. توقفت الناس عن الطواف وانشقوا سماطين لهذا الرجل الواحد اللي دخل وحده لبيت الله الحرام. هذا حسب الإهانة، ملك وخليفة وحشم وخدم يريد يوصل ما يقدر، يجي رجال لابس لعباية وعمامة يدخل بهالسهولة والناس تنفرج له نصفين والكل يتبرك بعبايته وبعمامته، شنو هاي؟ فقالهم: منو هذا؟ هو ما يعرفه؟ هو ما يعرفه؟ لو يعرفه هو يعرفه كل الزين، هذا عدو اللدود، شلون ما يعرفه؟ قالهم: منو هذا؟ قام للفرزدق قال له: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه. اسأل الكعبة قلها: منو هذا؟ تقول لك: هذا مولاي علي بن الحسين، والبيت يعرفه، والحل والحرم. وهكذا أبياته الطويلة، وأنا ما أريد أقرأ القصيدة. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. ما قال لا، ماكو واحد إجا قال له عندي حاجة سؤال، قال له لا أبد، ما قال لا قط إلا في تشهده أشهد أن لا إله، بس بهاي قال له لا إله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أهو شنو نعم. وهكذا هشام قال لهم: سجنوا هذا، سجنوا الفرزدق. الإمام زين العابدين دزل صرة من المال السجنة وقال له: دعوت لك والله سيفرج عنك، أنا دعيت لك راح تطلع لا تخاف. فهو من جابوا له صرة المال قالوا له: هاي من علي بن الحسين. قال لهم: أنا لو مادح علي بن الحسين على الفلوس خو أمدح منه؟ ها أمدح هشام، خو هذا خليفة يطيني قصر ويطيني فلوس وكل شيء يطيني، هذا الفلوس بيده والدنيا بيده، بس أنا مدحت علي بن الحسين
لله، وأني أدري مدح هؤلاء يسبب لي سجن، أدري كل الزين هم أدري مدح ذولا سجن أدري، بس أنا لله ثبتت موقف لله. الإمام زين العابدين قال له من ننطيك شيء قبلة من عندنا لا ترده، من ندز لك شيء هاي هديتنا لا ترده، هاي بيها سعادتك بالدنيا والآخرة، أخذها وأنت راح تطلع من السجن ورب العالمين هم راح يجازيك على موقفك هذا. بالنتيجة أيها الأحبة، هو دفع ضريبة يوم ما دفع ضريبة، دفع ضريبة. هذا لو كان يمدح الملوك لصار هو من الملوك، بس مدح آل الله دبوه بالسجن، بس قال سجن بأهل البيت كل الجميل. دعبل الخزاعي، دعبل وهو سيد العرب بالشعر في وقته، سيد شعراء العرب، مدح آل البيت وترك الملوك، يقول حملت خشبتي على ظهري 40 سنة أنتظر اللي يصلبني عليها. دعبل 40 سنة شايل خشبة حتى يصلبون عليها، لأن أدري مدح أهل البيت ما بي غير الصلب يو القتل يو الذبح يو السجن، ما بي صلب. ولما أجل الإمام الرضا، بس انتفتوني، لما أجل الإمام الرضا قال هاي قصيدة التائية المعروفة أفاطمة بها بيت من أبياتها، قال له لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها بسببكم، قضيت عمري خائف مطارد، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد مماتي. إيش قال الإمام الرضا؟ قال له دعبل؟ قال نعم. قال له آمنك الله يوم الفزع الأكبر، أنت أنت يوم القيامة آمن بضمانتي، أنا الضامن لك الأمن والأمان يوم القيامة. إيش قال الإمام الرضا؟ أنا الضامن. وهاك هاي هدية، أنطاه مبلغ من المال وأنطاه جبته، الإمام نزع جبته قال له خليه بكفنك، هاي الجبة خليها شنو؟ بكفنك. بالنتيجة مثلا أضرب لكم مثال، على مستوى الشعراخ وعلى مستوى العلماء على كل المستويات، بس هذا مثال. الكويت لما كتب قصيدة طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، قام ينام بالمقابر الكويت، ينام بالمقابر الكويت، قام ينام بالمقابر بسبب قصيدة نظمها في آل البيت، قام ينام بالمقابر حتى ما يندلوا ويسجنوا، يعني دفع ضريبة يوم ما دفع، دفع ضريبة. الحق إلى ضريبة. بل أقول لكم قضية أخرى، أقول لكم قضية أخرى، أقول لكم قضية أخرى. واحد دخل على الإمام الصادق منهار، شيعي من شيعة الإمام الصادق مثلكم، دخل على الإمام الصادق منهار، منهار أقول منهار، منهار نفسيا منهار. الإمام قال له شبيك؟ قال له يا ابن رسول الله حبكم دمرنا في الدنيا. هيك قال الإمام، قال له شلون؟ قال له أولادي سجنوهم لأن أنا الشيعي رافضي. هذا واحد، بالله انتبه لي أرجوك، هذا واحد. اثنين قال له افتح الدكان حتى أعيش، أولادي مسجونين، افتح الدكان حتى ما حد يشتري مني، يقولون هذا رافضي، لا حد يشتري منه، هذا رافضي ممنوع واحد يشتري منه، أجيب البضاعة تخرب البضاعة أذب البضاعة، ما حد يشتريها لأن أنا أحبكم، أنا شيعي موالي لكم، ما حد يشتري مني. زين حياتي صارت جحيم، أولادي مسجونين، وضع الاقتصادي منهار، هذا كله بسببك يا ابن رسول الله، خو الحل شنو؟ قولوا لنا شنو الحل، شنو الحل؟ هيك قال الإمام الصادق، شوفني، سجن، موت، قتل، فقر، لأنه أحبك، لأنه من أتباعك. الإمام الصادق شاف هذا هو متأذي خطية، قال له أقعد قبالي، أقعد، قعد، قال له أسولف لك، أسولف لك. قال له بعالم الذر قبل هذا العالم عرضت على الخلائق، عرض على الخلائق الحق المتمثل بينا والباطل المتمثل بعدونا، هذا بعالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل. هذا قبل هذا العالم بعالم الذر، يوم أخرجنا على شكل ذرات متناثرة بالهواء وعرض علينا ما عرض. الإمام يقول له بذاك العالم رب العالمين عرض عليكم الحق المتمثل بينا والباطل المتمثل بعدونا، انتبه لي، وقالكم إذا تأخذون هذا الحق داركم الآخرة، وإذا تأخذون تختارون ذاك الباطل داركم شنو؟ الدنيا. إيه جاوبوني، داركم الدنيا. أنتم
أنت أمثالك اخترتم الحق المتمثل فينا على أن تكون داركم شنو؟ الآخرة. وعدوكم اختار الباطل المتمثل بيهم، ما التفتولي، اختار الباطل اللي هو في قبالنا على أن تكون دار شنو؟ دنيا. فهم في دارهم ولستم في داركم. أنتوا الآن ضيوف عند أهل الدنيا، أنتوا لأن أنتوا اختاريتوا مو هاي الدار، الدار الثانية، هم اختاروا هاي الدار، فأنتوا ضيوف لو مو ضيوف، أنتم ضيوف عند أهل الدنيا في دارهم، ومع ذلك تشربون مما يشربون، هم يشربون ماي أنتوا يشربون ماي، مع أنه الدار داركم يو دارهم، دارهم بس يشربون مثلهم، وتأكلون معهم، هم هم يأكلون أنتوا تأكلون. نعم هسه فرق، هم أكلهم أفضل مثلا من أكلكم كذا ما يخالف، بس هم يأكلون أنتوا هم شنو تأكلون. وتسكنون مثلهم، هم يسكنون ببيوت أنتوا ببيوت، هسه نعم هم بيوتهم قصور أنتوا بيوتكم مو قصور، بس بالنتيجة أنتوا ساكنين هم هم شنو ساكنين، فأنتم شاركيهم بالمسكن بالطعام بالشراب، مع أنه أنتوا بداركم يو بدارهم بدارهم. الإمام الصادق قال لما تنتقلون لداركم أهل الدنيا يشاركوكم بالطعام والشراب والمسكن، لو ما يشاركوكم. فأنتوا اشكروا الله تشربون تاكلون تنامون، أنتوا مو بيتكم، أنتوا يوم القيامة داركم. أهل الدنيا يقولوا لكم يا أبا انطونا قطرة ماي من مايكم، تقولوا لهم شنو؟ ونادى أصحاب النار ها أصحاب الجنة، يعني نادوكم أنتم، أنا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. طبعا مما رزقكم الله في قبال الماء يصير الطعام، انطونا شوية طعام انطونا ماي. شنو قالوا؟ إن الله حرمه عليك، هذا تحريم التكوين طبعا، يطلبون منكم لقمة ما تطوهم، شربة ماي ما تطوهم أعداءكم يوم القيامة، إبداركم أنتوا قطرة ماي ما تطوهم، فيشربون من الحميم، تفاحة ما تطوهم فيأكلون من شجرة الزقوم، أما أنتوا بدارهم تأكلون مثلهم وشربون شنو مثلهم. فأنت جاي تقول إحنا كل شيء ما عندنا، شو تريد أكثر من هذا؟ اشكر الله قاعد تشرب ماي أنت، اشرب الله، اشكر الله قاعد تأكل لقمة أنت، أنت بدار الآخرة ما تطي العدوك وأنت في دارك وهو ليس في داره قطرة ماء، لقمة طعام انتبهوا لي موتي. هذا التفت للكلمة شاف الحاجة، صدق يعني احنا في الدنيا يأكلون يعني نأكل وياهم نشرب وياهم، ولكن بالآخرة لا يأكلون ويانا لا يشربون ويانا. فقال له اشكروا الله تاكلون وتشربون وتنامون، اشكروا الله لا تشكوا الله. قال له فرجت عني فرج الله عنك يا ابن رسول الله، انا جيتك اكو جبل من الهموم على صدري، هذا الجبل كله شنو انزال ببركتك يا ابن رسول. صدق احنا زين ناكل ونشرب ونشكر الله يا ابن رسول الله. قال له انتم مو بداركم، دار غيركم. هسه ما ادري هذا لطيف اقوله مو لطيف اقوله، اكو عندنا مثل بالعراق يقول هم نزل هم يدبج، يعني انت هم قاعد ضيف وهم تتأمر اريد كذا، بابا انت ضيف ايش يطوك، اشكر الله احنا مو بدارنا، دارنا بعدي ما جايه، احنا بدار غيرنا عايشين، بدارنا غيرنا ما يقدر يشاركنا بيها، اما احنا مشاركين بيها. فالامام قال له رب العالمين مدللكم بالدارين اشتردون بعد. قال له والله يا ابن رسول الله فرجت عني. قام راد يطلع الامام قال له لا اقعد اكو بعد عندي شغله وياك. قال له شنو يا ابن رسول الله انا اكتفيت؟ قال له لا، اكتفت للغلام. قال له ايش قد بقى عندنا من الاموال؟ قال له 3000 دينار يا ابن رسول الله. طبعا 3000 دينار ذهب، الدينار ذهب ذاك الوقت، يعني 3000 دينار فد مبلغ مو سهل كبير جدا، 3000 دينار. قال له الطهيه، كل الطهيه هذا من شيعتنا ومحتاج طهيه. اخذ المبلغ واخذ خير الدنيا والاخره لان اطمئن لله وبالله جل وعلا، وأخذ هم فلوس وطلع من الإمام وهو عنده سعادة الدنيا
والآخرة. أقول يا إخوان يا أهل تاز الكرام الأطياب أيها المجاهدون الأبطال، ما أدري شو أقولكم، والله كلمات تعجز. يعني أنتم شهداء، يعني أنتم أبناء الشهداء، ومدينة الشهداء مدينة الأبطال، مدينة الرجال، مدينة الصمود، مدينة البقاء على نور آل البيت، مدينة البقاء والاستمرار على نور آل البيت. هاي نعمة كبيرة. هذا المربيكم طبيعي، كلش هم طبيعي. أنتم توالون الحق، والحق مو سهل، الحق مو سهل. ولهذا الصبر الجميل، أسألكم بالله، بالله تفتولي شباب، أسألكم بالله، يعقوب إيش قد بكى على يوسف؟ 40 سنة. بكاء كان بكاء أمل يو بكاء يأس؟ يأس يو أمل؟ أمل. لو كان يأس شنو يقول للأولاد بعد 40 سنة؟ شلون يا بني اذهبوا فتحسسوا يقولهم؟ لو كان يأس شنو تحسسوا؟ لو كان يأس روحوا دوروا. قالوا له أبويا أنت وين تحكي؟ أخونا قبل 40 سنة انتهى. قالهم لا، روحوا دوروا، لا ييأس من روح الله إلا ها؟ روحوا دوروا. إحنا ما إحنا نحن المتدينون ما نعرف اليأس. ولهذا أنا هم أقول ذولا يعترضون على بكائنا، ذولا الشيعة يعانون من عقدة نقص ومظلومية، وبكائهم يعني أبدا. إحنا بكائنا بكاء يعقوب، بكاء الأمل. بعد 40 سنة كان يبكي، كان يقولهم تحسسوا ابحثوا، الأمل موجود، يوسف تلقوه، الفرج قريب. وصار الفرج ورجع يوسف واجتمع الشمل والتم. احنا ابناء هذه الثقافة، حتى ألمنا حتى بكائنا هو بكاء الأمل بلطف الله وعطف الله. هو حتى آخر سورة يوسف من يتقي ويصبر، مو تقول كأنه تلخص. سبحان الله، شنو من تلخيص السورة؟ تلخص كل ما جرى على يعقوب ويوسف. تقول تقوى وصبر يجي الفرج، تقوى وشنو وصبر. وأنتم إن شاء الله أهل التقوى وأهل شنو وأهل الصبر. ولهذا بدأ الفرج وصار الفرج، إضافة إلى فتوى مرجعنا الأعلى حفظه الله وشبابنا اللي استجابوا للفتوى المباركة ولبوا النداء. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وفعلا طلعوا الأبطال ونزلوا بالشارع يعني عرفوا العدو حجمه، عرفوا العدو التكفيري من هم أتباع آل البيت وشنو قوة أتباع آل البيت إذا أرادوا ينزلون للساحة. كظمنا الغيظ لفترة طويلة، ولكن لما أريد لمدننا أن تستباح وأعراضنا أن تستباح، رب العالمين قال لنا دافعوا عن أنفسكم ودافعنا. أذن للذين ظلموا، موتي القرآن الكريم يقول أذن، أذن واستجبنا للفتوى الشرعية ونزلنا وأخذنا حقنا وعلمنا عدونا دروسا لن ينساها إن شاء الله تعالى. راوينا ثقافة كربلاء، شنو يعني شنو تعني ثقافة الحسين وكربلاء وشجاعة أبي الفضل وغيرة أبي الفضل شنو تعني. راوينا دروس عملية، احنا هاي الدروس كنا نقولها على المنبر نظريا، ولكن هاي يعني بعد الفتوى المباركة وخروج شبابنا لقنا العدو التكفيري درسا عمليا، درسا عمليا أنه ثقافة عاشوراء ماذا تعني، ماذا تعني. والآن هو أخذ الدرس جيدا واستفاد منه في الواقع. تقوى صبر، يأتي الفرج، وأتى الفرج إن شاء الله، ومن حسن إلى أحسن بعونه تعالى. أنا شيء أرد أقول لكم إياه، ليش أقول لكم؟ أحب أسولف وياكم كلام القلب إلى القلب، مثل ما البارحة سولفنا لأبناء بشير الأطياب الكرام الأعزة. أحب أقول لكم شيء، أنتم أبناء تازة وأبناء بشير وأبناء التسعين أحسنتم وأبناء آمرلي وإلى آخره، داقوق، إيه أنا مو كل يعني المناطق أعرفها. أنتم أثبتتم أنكم رأيتم نور آل محمد وما تركتم هذا النور. صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.
وخلوني هنا شوية أسولف لكم، خلوني هنا شوية أسولف لكم. رب العالمين بالقرآن جاب أمثال يوم ما جاب أمثال؟ جاب قرآن هواي بأمثال. خب رب العالمين بالقرآن مثل لآل البيت اللي رأيتم نورهم أنتم واتبعتم هذا النور واستضأتم بهذا النور واهتديتم واهتدينا بهذا النور. التفتوا لي، رب العالمين هذا النور مثل مثال بالقرآن، وعدو آل البيت رب العالمين هم مثل مثال بالقرآن. يعجبكم السمعون مثل آل البيت ومثل عدوهم؟ أقولكم مثل آل البيت عليهم السلام في سورة النور، ولعلمكم لعلم الإخوة أن أعظم مثل في القرآن هو هذا المثل. لا يوجد مثل أعظم من هذا المثل في القرآن، وهو لآل البيت، بل لنور آل البيت. تفتون يعني هسه ليش أقول الكلام كثير وهاي الساعة أخاف منها من تمشي، أخاف ما أكمل. أقولكم قضية، القرآن لما يمثل بعض الأمور إذا الأمر اللي يتناول القرآن بالمثل يسوى القرآن يجيب مثل عظيم، أما إذا الموضوع ما يسوى القرآن هم يجيب مثل بحجم الموضوع المتناول. يعني أضرب لك مثال، الشرك يسوى لو ما يسوى؟ ما يسوى. الشرك بالله يسوى؟ ما يسوى. جهل ما ليس لك به علم، جهل، الجهل ما يسوى. القرآن شنو يجيب مثل الشرك بالقرآن؟ كبيت العنكبوت، إن أوهل شلون؟ أوهل بيوت لبيت العنكبوت، يجيب عنكبوت المثل، عنكبوت يمثله بالعنكبوت، بيت العنكبوت. بيت العنكبوت يقي من حر أو برد أو ما يقي؟ ما يقي. بيت العنكبوت يسترك عن الناظر لو ما يسترك؟ ما يسترك. خو هو البيت إذا ما يقي من الحر والبرد والمخاطر وما يسترك هذا بيت؟ مو بيت، بيت العنكبوت. القرآن يمثل الشرك ببيت ما يسوى يقول عنكبوت، أو القرآن يمثل بالبعوضة موتي أو إلى. إذا الموضوع يسوى القرآن يمثل بشيء عظيم، لو أنزلنا هذا القرآن، القرآن يسوى لو ما يسوى؟ يسوى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع المتصدع، بعدين يقول وتلك الأمثال نضربها، جبل يتصدع لعظمة القرآن. شوف ايش قد فرق بين مثل العنكبوت ومثل الجبل يتصدع حسب الموضوع المتناول، يسوى المثل يسوى، ذاك ما يسوى هذا موتشي ولا خو. القرآن لما يجي لآل البيت بشنو يمثلهم؟ أعظم مثل في القرآن لهم في زيارة الجامعة، المثل الأعلى، المثل الأعلى والدعوة الحسنى، هذا المثل الأعلى. الله نور السماوات والأرض، نوره مهيمن على السماوات. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. تفاسير الشيعة، تفاسير غير الشيعة، راجعوا اتأكدوا شوفوا كلامي صحيح ولا. تفاسير الشيعة وغير الشيعة قالت المشكات فاطمة، راجعوا راجعوا تفاسير الفريقين تلقون هاي الروايات شواهد التنزيل عند غيرنا ورواياتنا البرهان وغيره، راجعوا راجعوا شوفوا كلامي دقيق ولا. مثل نوره كمشكات قال فاطمة، الكوكب الكذا الدري الزجاجة، بقية الأئمة، بعدين نور على نور 14، بعدين يقول هذا النور اللي هو مثل نور الله في بيوت أذن الله أن ترفع، بعدين يقول رجال، هذا النور رجال لا تلهيهم، رجال يعني منو؟ والرجال في بيوت وهم تجلي نور الله وظهور نور الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، وبعدين يقول زجاجة وكوكب ونور على نور في بيوت، بعدين يقول رجال، واضح بعد منه؟ واضح. هذا مثلهم في القرآن، فهم نور الله. تعال إلى عدوهم في بداية سورة البقرة، هسه ما أتذكر يا آية 30 أو لا مو 30، 30 حسب الظاهر، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، قبلها بعدها ما أتذكر، بس هي بداية البقرة أول صفحتين. مثلهم كلام كثير، شنو أقول؟ القرآن يذكر المنافقين بالبداية، يذكر الكافرين، يقول أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، مو صحيح؟ طبعا هو بالبداية يذكر المفلحين،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون، بعدين يقول أولئك هم المفلحون. بعدين ينتقل للكافرين، أأنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون. بعدين ينتقل للمنافقين، فيجيب كم قسم؟ ثلاثة: مفلحون، كافرون، منافقون. لما يصل للمنافقين يمثلهم. طبعا المنافقون أعداء آل البيت. النبي قال للعلي: اللي يحبك مؤمن واللي بغضك منافق. هذا هم في صحاح المسلمين كلهم. لما يصل القرآن للمنافقين بشو يمثلهم؟ يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي. بالله تفكر، يعني هسه المنافقين أعداء أهل البيت مثلهم بشنو؟ بنار. وآل البيت مثلهم بشنو؟ بنور. ما أدري أكو فرق بين النور والنار ولا؟ أكو فرق بين النور والنار ولا؟ فروق مو فرق، فروق. المنافقون نار، مثلهم كمثل الذي استوقد النار، مو نورا، نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نور النار بس شعلوها طفيناها، بس انطفيناها طفيناها. زين، هذا النار. بس هذا أول فرق، أن النار دائمة يوم انقطعة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، يعني شنو؟ منقطعة. والنور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فاطمة. النور منقطع يا دائم. شنو الدليل النور دائم؟ يريدون ليطفئوا نور الله، اللي بسورة النور قال مشكات، نوري مشكات، زجاجة، كوكب، نور على نور، رجال في بيوت. يريدون ليطفئوا نور الله، ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره. في آية الكافرون، في آية المشركون، في آيتين. أكو آية يريدون ليطفئوا، أكو آية يريدون أن يطفئوا. هسه ليش ليطفئوا؟ أكو كلام هنا، ما عندي وقت. بالنتيجة ويأبى الله إلا أن شنو؟ يتم نوره. يتم يعني النور منقطع يو دائم مستمر، النور مستمر وباق. أما النار مال المنافقين منقطعة ولفترة معينة وتروح وسريعا ما تذهب. شوف مثلهم كما استوقد فلما أضاءت استوى ها ذهب الله. يعني طولون لو ما يطولون؟ وداعش خبصونا، جونا كم يوم خبصونا، هوسا وذبحا وحرقا، استوقدوا نارا. رب العالمين أطفاها يوم أطفاها، وبقى النور اللي أنتم متبعيه. وسيبقى النور ويأبى الله إلا أن يتم. طبعا هو هذا المعنى اللي قالت زينب خطبتها، هو هذا يأبى الله لا يتم نور، هو هذا. قالت احنا نور، فوالله لا تمحو. ليش لا تمحو ذكرنا؟ بابا احنا نور، الله تكل عقلك. الله وعد نور يتم، والطريف هم يتم بصيغة المضارع الدال على الاستمرار والتجدد. يتم من دون انقطاع في الحال والمستقبل. النور باقي ولن ينقطع. زين، أسألكم بالله، لما عدوك نار وانت نور، من الأولى باليأس، هو يو انت؟ هو أولى باليأس، هو رايح زائل. أما أنا باقي، أنا باقي أذيني. نعم، مثلهم كمثل إذ استوقد نارا وجنار. نعم، أذاني بنارة شواني، ولي وجنار يشوي لو ما يشوي، شواني بنارة أذاني. نعم، بس ما يبقى، يروح، أنا باقي. ولهذا أنا باب الأمل مفتوح عندي، أنا نور. أما هو اللي يكون ييأس وينطم ويدق على رأسه ملاح، أنا باقي. بل أقول لكم قضية أخرى، عفتوني؟
لو ياي ضوجتكم تعبتكم. أنا أحب هاي المنطقة، أحب تازة كثيرا، وأحب أهل هاي المنطقة الكرام الأطياب اللي لما بلغني ما جرى عليهم بركة منبر الحسين عليه السلام، صعدت المنبر وطالبت بحقوق أتباع آل البيت في هذه المناطق وقلت إلى متى، والله جل وعلا فرج عنا وعنكم ببركة شبابنا الأطياب الكرام اللي انبروا ودافعوا وقاتلوا واستشهدوا، ألمي عليهم ألمي عليهم، ولكنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن شاء الله تعالى. قتلانا في الجنة قتلانا مع الحسين. أقولكم قضية، أهل البيت نور هم نار، هاي القرآن يقول، مواني حقائق قرآنية قاعدة أسولف، اطمئن ما نخاف، احنا نور هم نار، أصحاب التكفير والتفجير والتفخيخ والقتل وهتك الأعراض وتهديم البيوت والمدارس والمستشفيات، لا شجرة سلمت، لا بشر سلم، لا حيوان سلم، لا سماء سلمت، لا أرض سلمت، شنو ذولا؟ أي مدرسة متربين ذولا؟ أي بشر ذولا؟ أي مسوخ ذولا؟ لا مرة تسلم، لا طفل يسلم، لا رجل يسلم، لا مسلم يسلم، لا مسيحي يسلم، لا يزيدي يسلم، لا ما سلم واحد، لا حجر يسلم، لا بشر، لا أبدا ما سلم واحد منهم ذولا. شنو ذولا؟ وين متعلمين ذولا؟ شو معلميهم ذولا؟ منو معلمهم هالثقافة البائسة ذولا؟ وللعلم اللي راويناهم إياه من مدرسة كربلاء درس واحد، بعد عندنا هواي دروس، يعني مدرسة كربلاء مدرسة زاخرة وكبيرة، وهذا درس واحد شافوه من شبابنا، وإلا عندنا هواي بعد دروس يعني تعلمناها من سيدنا ومولانا الحسين ابن رسول الله. الحسين سيد الشهداء أبو السجاد وأئمة آل البيت الكرام عليهم السلام. أقول لكم قضية أخيرة بسرعة أفرحكم بها، قضية أخيرة بسرعة، إحنا نور وهم نار بالقرآن، مثلهم كمثل استوقد نارا، أما أئمتنا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات. خو وإحنا قلنا النور دائم هاي فرق واحد ولا بعد وايك فرق، والنار منقطعة. أقول هسه نور آل البيت دائم على مستوى الدنيا فقط دائم، يو حتى على مستوى الآخرة، ها حتى الآخرة نورهم، حتى الآخرة مو فقط الدنيا، حتى بالآخرة موجود هذا النور دائم، مو بس بالدنيا حتى بالآخرة. هسه تقولي هذا من جيبك؟ لا والله مو من جيبي، وعيونك مو من جيبي، هذا من القرآن، هذا من القرآن. احنا اعداءنا المنافقين ذهب الله بنورهم وتركهم، يوم القيامة يجون الأئمتنا بالقرآن، يوم يقول المنافقون والمنافقات اللي بسورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، أئمتنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، علي وأولاده. شوف، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، اعطونا شوية من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، بعد القرآن الكريم يقول فضرب بينهم بسور، فيظهر النور بس هنا وحتى هناك. أقول النور دائم غير منقطع، هاي بدليل هم المنافقين يعترفون أعداء أهل البيت، طونا شوية
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. طونا شوية نور. أنا أسألك بالله، أم المنافقين والمنافقات يطلبون من أهل الجنة شربة ماء ما ينطوهم، لقمة طعام ما ينطوهم، يطوهم نور؟ ها؟ يطوهم نور؟ فيظهر نور هؤلاء بس بالدنيا وحتى في الآخرة. أصلا هي الخلائق يوم القيامة تشوف يوم تشوف يوم القيامة الخلائق، ترى يوم ترى. إذا تقول لي ما ترى، أقول لك شلون ما ترى؟ مو هذا اللي يطوه كتابه بيمينه وذاك بشماله وزين هم إذا ما ترى شلون قالوا طونا من نوركم شلون شاف؟ يعني الناس ترى يوم القيامة. سؤال بشنو ترى؟ تقول لي بالشمس بالقمر مثلا؟ يوم القيامة لا شمس. القرآن يقول إذا الشمس كورت، هاي الشمس كورت قبل القيامة، النجوم انكدرت. زين هو القمر نورة منا يوم من الشمس من ضياء الشمس، فإذا شمس ماكو أكو بعد شيء اسمه نور قمر؟ أصلا هو أكو قمر فضلا عن نوره، هو أكو قمر قبل القيامة بأشراط الساعة لا يبقى قمر ولا تبقى شمس ولا يبقى كون ولا يبقى أرض ولا تبيني لا شمس ولا قمر ولا نجوم. زين شلون نشوف الناس؟ احنا بالدنيا نشوف بالشمس والقمر. جواب: من نور الذين آمنوا. من نور منو؟ الذين آمنوا. الناس ترى بنورهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. إنها هاي الخلائق كلها يوم القيامة كلها ترى بنور آل البيت. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. الناس ترى بهذا النور يوم القيامة. النور باقي دائم بل أكثر من هذا. الله يقول عن النبي والذين آمنوا، يعني النبي وآله الذين آمنوا الكمل المقصود الكمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المقصود الكمل، يعني برز الإيمان كله، هذول المؤمنون علي وأولاد علي. اللهم صل على محمد. شوفوا هنا آيتين خلوني أقرأ لكم إياهن، أنا ذني الآيتين محافظهن، خلوني أقرأ لكم ذني الآيتين. مو بس يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظروا من نوركم، لا شوف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم ترى المؤمنين وال يسعى نورهم بين أيديهم، يعني قبالهم وبأيمانهم. زين ليش بس قبالهم ويمين؟ لأن أصحاب اليمين، لأن أصحاب الشمال قبل شوية قالوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا مالكم نور، فهم يضوون قدامهم يضوون شنو؟ عن يمينهم للذين آمنوا، يعني لأصحاب اليمين أصحاب الميمنة كما في سورة الواقع أصحاب الميمنة. هاي آية غير ذيك، انظرونا نقتبس من نوركم، تدل على بقاء واستمرار ودوام وديمومة نورهم حتى في عرصات القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، هاي في آية، وفي آية أخرى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى، أو نورهم يسعى، هنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. صار كم آية؟ ثلاث آيات على بقاء واستمرار نور آل البيت حتى في عرصات القيامة بل حتى في الجنة. عندنا بالرواية الشريفة أهل الجنة يشوفون نور شمل الجنة كلها، يتساءلون شنو هذا النور؟ يأتيهم الجواب: فاطمة تبسمت لعلي سلام الله عليه. يسعى نورهم يسعى. هاي ثلاث آيات أن نور آل البيت حتى بالقيامة باقي. أنتم رأيتم هذا النور واستقمتم على الاهتداء بهذا النور واتباع هذا النور، واللي عنده نور ما يتعب ولا ييأس. صاحب النار ييأس
مو صاحب النور، فرق بين النار والنور. كلام كثير ما أعرف، وقتي خلص، وقتي خلص. وإلا هو نفس كلمة يسعى، شنو يسعى نورهم؟ شنو يسعى نورهم؟ شنو يسعى؟ يسعى شنو يسعى؟ لا هو أقول يعني كسؤال، هسه هذا أكون نجاوب عليه مفصلا، هذا مو سؤال سهل. شنو يسعى؟ السعي في لغة العرب هو الجري، يعني لا مو مشي، لا مو مشي. هسه أقول لكم شنو السعي في لغة العرب. السعي ما فوق المشي وما دون الركب. شو يسموه؟ سعي. هرولة. هرولة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا، جواب صحيح. قال بين الصفا والمروة إحنا شنو؟ نسعى. سعي، سعي يعني شنو؟ لا نركض ولا شنو؟ نمشي، حالة بين الركض والمشي، فوق المشي ودون الركض. العرب يعبرون عنه شنو؟ سعي. الصور هرولة، يعني هرولة. الهرولة لا هي مشي لا هي ركض، سعي. القرآن الكريم يقول يسعى نورهم. طبعا أنا هم لما بحثت بالقرآن هاي كلمة يسعى شنو محاورها بالقرآن، لقيت لها ثلاث محاور. وليش أقول هواي عندي حكي بس وقت ماكو. ثلاث محاور. المحور الأول أقدر أخلي له عنوان سعي في الدنيا للدنيا، والمحور الثاني سعي في الدنيا للآخرة، والمحور الثالث سعي في الآخرة. زين هسه المحور الأول شنو شاهد من القرآن؟ اللي هو سعي في الدنيا للدنيا، والمحور الثاني اللي هو سعي في الدنيا بس للآخرة، والمحور الثالث اللي هو سعي في الآخرة بس. هذا شنو مصداقه؟ هذا شنو مصداقه؟ هذا شنو مصداقه؟ هذا يحتاج إلى وقت طويل، بس بعد باضل عندي وقت. بكرة إذا تتابعون مجلسنا إن شاء الله في المكان اللي راح نقرأ به راح أكمل هذا البحث، حقيقة مهم. بس أهل البيت هذا سعي في الآخرة، طبعا هم دنيا وآخرة، وهذا أكون بحث مفصل، بس هذا السعي في الآخرة سعي نورهم فقط لقيته في القرآن فقط. القرآن لما يتكلم عن سعي في الآخرة فقط يتكلم عن نور آل البيت. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. سعي الآخرة في القرآن لقيته فقط لنور آل البيت. ابحثوا في القرآن، إذا لقيتوا شيء آخر جيبوا لي، ما راح تلقون. يعني السعي بمحوره الثالث فقط لنور آل البيت في الآخرة. أنتوا عندكم نور، نور، والعند نور لا يخشى من شيء. مثل ما قال لنا القرآن، احنا قدامنا احدى الحسنيين. القرآن مو سماها احدى الحسنيين؟ احدى الحسنيين. انتصرنا حسنا، استشهدنا هم شنو؟ حسنا. ما عندنا مشكلة وان شاء الله ننتصر. انا الشباب من يقولوا الشيخ ندعو لي بالشهادة، ما اقبل، ما ارضى. اقول ندعو بالنصر، ندعو بالنصر. الشهادة لما تجي أهلا وسهلا ومرحبا، بس إحنا ندعو شنو؟ ندعو بالانتصار، نصر. وانتصرنا ولله الحمد، وانتصرنا ولله الحمد. بس تتصورون الصراع انتهى؟ ها؟ ما انتهى الصراع، ولا راح شنو؟ ينتهي الصراع. الصراع باق بين الحق والباطل، وهذا نفس ثقافة الصراع بالقرآن عندي بيها بحث، لعله بكرة أطرحها. نفس ثقافة، نقدر نقسم الصراع إلى صراع في ثقافة القرآن. القرآن، القرآن، أنا هذا يهمني، ثقافة القرآن. لما بحثت عن الصراع في ثقافة القرآن لقيت ثلاث أقسام، لأن يكون باشر يسمعوهن تفاصيلهن. صراع داخلي نفسي، لقيت إلى موارد بالقرآن. اثنين، صراع جدلي، لقيت إلى موارد بالقرآن. ثلاثة، صراع جوارحي وهو الحرب، وبعد في القرآن آيات كثيرة. فلقيت ثلاث أقسام للصراع في القرآن الكريم بين شنو؟ بين الحق والباطل. كل واحد من هاي الأقسام هم يحتاج أبين شواهد القرآنية، هذا هم سأبينها إن شاء الله تعالى. أطلب من الله أن يحفظكم وأن يحرسكم وأن ينصركم إن شاء الله تعالى بالنبي وآله.
حافظوا على مدينتكم، خيكون عند كل واحد منكم حس أمني، لا تتهاونون، لا تغفلون، لا تغفلون. العدو يبحث عن غفلتكم، حتى القرآن هم أشار إلى ذلك. الآية ما تحضرني الآن، يقول للنبي، يقول له ذولا يبحثون عن غفلة جيشك، بس يردون ثغرة يدخلون منها. الثغرة لا تطوها لعدوكم. آية مسألة مهمة حتى الله يخلصنا من الظالمين. ما أدري هسه قصة ذي القرنين لما كان يأجوج ومأجوج أهل فساد، وذولا التكفيريين الآن هم ظاهرة يأجوجية مأجوجية مفسدة همجية، يأجوج مأجوج ظاهرة همجية هم ذولا. قال له ذو القرنين خلصنا مروتك، ذولا كتلونا دمرونا، ذولا سووا بينا، سوالهم سد، سوالهم شنو؟ سد حتى يخلصهم من ذولا الظلمة القتلة المفسدين. احنا هم كون نسوي سد، سدنا هو شبابنا، وسدنا هو حسن الأمن، وسدنا هو عدم الغفلة. عدم التعب، الإعياء، أهل نشاط، قوة، حتى نقدر نحافظ على أرضنا وعلى أعراضنا وعلى مقدساتنا. وأطلب من الله أن يحرسكم جميعا ويحرس بلدنا. وأطلت عليكم، الوقت هم راح. هاي ليالي إمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إمام العلم والعلماء. جعفر الصادق إمام العلم والعلماء، إمام العلم والعلماء. شي يقول الإنسان على الإمام الصادق؟ بس أنا بهاي المناطق حبيت أسولف بأمور أخرى لها ارتباط بواقع هذه المناطق الطيبة الطاهرة. وإلا الكلام عن الإمام الصادق طويل وما لا نهاية أيها الإخوة. الكلام عن الصادق هو كلام عن العلم والمعرفة والقرآن، وكلام لا انقطاع له. عن جعفر بن محمد، روحي له الفداء، روحي له الفداء، روحي له الفداء. هذا الإمام المظلوم بعد المسموم بعد صاحب القبر المهدوم. لمن القبور الدار شات بطيبة، هذا اللي يروح مدينة ويزور، رايحين للبقيع، رايحين للبقيع. لمن القبور الدار شات بطيبة، بطيبة عفت لغا أيدي الشقاء آثارا. يا وسفة أربعة أمة، يا ويلي عليكم. أربعة أمة هذا حالهم، أربعة أمة. لمن القبور الدار سات بطيبة، عفت لغا أيدي الشقاء آثار. أقول للذي أفتى بأدم قبوره، قل للذي أفتى بأدم قبوره من سوف تصلى في القيامة نارا، نارا. علمت أي مراقد هدمتها؟ ولك تعرف ذولا منه ما تعرف؟ أعلمت أي مراقد هدمت؟ يا للملائك لا تزال مزارا، يا للملائك لا تزال مزارا. يا وسف عليهم. ولهذا نروح كلنا شوق إلى زيارة هؤلاء الأئمة، ولكن ما إن نصلت صدع القلوب لرؤية حال قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الشوق لقبور الأئمة يذكرني بزينب لما وقفت على مفترق طريقين لما رجعت من الشام. زين العابدين قال عمه، قال يا عمه لمن يسير الضعن عمه، يا عمه لمن يسير الضعن عمه. الحادي وقف على طريقين، الحادي وشبب درب البيطريجيان، واحد للمدينة ودرب لحسين. بك زين العباد وسالت العين وقال لها يا عم المن تريدي؟ قالت له انت الامر، انت الناهي، انت الامام. قالها ما يخالف، بس انت عمتنا الكبيرة زينب، وين تردين؟ قالت له عمه هو وين يروح الطريقين؟ قالها عمه واحد المدينة جدج، قالت على مدينة جدي السلام. والثاني؟ قالها عمه الثاني يروح إلى كرب وبلا. يا عمه المن يسير الضعن عمه؟ ها هسه وين نروح؟ للمدينة يا الكربلة؟
يا عم المن يسير الضعن عمه. قالت قالت على هواي اللي أشن هلا هلا قالت على هواي اللي أشن عرف مقصودها حسين أبو الهم. أريد أنصب ميات حزن يمه. صح يا حادي عرج بنا على كربلة. عم تريد كربلة كربلة كربلة. هلا هلا الله مولانا. وإجا الضعن الكربلة وكان جابر الأنصار بكربلة. جابر يقول للعطية ألمسني القبر. قال له القبور كثيرة اش مدريني. قال له مر بي على القبور قبرا قبرا وأنا أعرف قبر حبيبي. حبيبك هو هم حبيبك تحبه أنت. أي والله تحبه أنت. الله الله. يقول قمت أمشي بي على القبور إلى أن وصلت إلى قبر من القبور. هذا القبر اللي كتب عليه زين العابدين بإيده. هذا قبر الغريب العطشان. يقول شلت له تراب اطيت اشتمه. قال اطيني بعد تراب. يقول اطيت اشتمه. قال يا عطيه هذا هو قبر حبيب الحسين.